يلا رجال الله ينور يلا توصل بالسلامه يا معلم. حبيبي يا مرجان فلوسك يا ريس غريب. لو ما كانش فيك قال لي احنا اخوات ورد السمك وبعدين نتحاسب. تسلم يا مرجان. خد بالك من نفسك يا ابني وفتح عينيك كويس وما تامنش لحد خالص. جيتك ورجعتك من السويس بسمك وراها هنا تلاش يا ريس غريب. خليها على الله. طريق السلامه يا ابني. احنا جاهزين يا معلم. يلا قفل غلوش. عملت اللي قلت لك عليه؟ اعتبره حصل كبير. فتح عينك كويس، الغلطه بفورة. متقلقش، خليها على الله. يلا توكلنا على الله. الوضع دخلت عربية كبيرة ورا زي ده. الله يا باشا. ماشي اطلع يا معلم. مش هتفتش العربية يا باشا؟ انت عايز شوقي باشا يسمعني كلمتين؟ يلا عدي. ربنا يخليك يا باشا. يلا الصلاة على النبي عليك يا معلم. العربية عادل من غير تفتيش يا باشا. طيب مبروك يا معلمين، بضاعة طلعت من المينا بسلام وفي الطريق دلوقتي. ألف بركة يا أخويا، تسلم دماغك. ألف بركة على إيه؟ بيقول لك البضاعة طلعت من المينا من غير ما تتفتش، ده معناه إن الموضوع في إن ما تبلعش الطعم اللي لما يهن الحكومة يا خال. النوبة دي مش هترسى على السجن وبس. اسمع مني، تجار الصنف هيموتونا. أو هيكرمونا. أنا خليت إدارة مكافحة المخدرات نفسها هي اللي تنقل البضاعة. ما هو لو كان بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. البضاعة اتنقلت والحكومة رصدها زي ما بتقول. يعني لما هنستلمها من المعلم إن شاء الله هنستلم معاها الكلبشات في إيدينا. مين قال لك إن إحنا هنستلمها يا عنتر؟ اتقل. سيب الكبير يتكتك. منصور. أمرك يا كبير. عرفت هتعمل ايه؟ زي ما امرت. تمام، نقطع عليه الطريق في المداري وناخد البضاعة. ومش بس كده، عايزكم تخلصوا عليه. عالرملة وانا ماشي في الرملة، عالرملة وماشي حزين ويا خوفي بالمساجين. وطالتنا اركن على جنب يا استاذ جوهر. ليه يا معلم؟ اركن يا سهر. حاضر. ما بلاش هنا يا معلم، قال له لو اتضربنا نلاقي اسعاف تاخدنا. اركن يا معلم. اركن. بلاش تعالى مكاني. ايه هنلاقي اسعاف هنا يا نفس الطريق بتاع كل مرة. اتفقنا منصور. تمام. احنا داخلين عليك. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ ولا وراك؟
انا واقف مكان ما اتفقنا. انت فين؟ اه شفتك خلاص اهو، انا قدامك اهو. عدي غلوش وقطع الطريق ورانا. وحياة ابوك، انا ابويا هيموتني. طالما كده كده هتاخد العلقه، خدها وتعاون مصيبه احسن. بس كده حلو قوي. الله ان شاء الله.